بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله آدم عليه السلام الذي أرسله، بل خلقه الله عز وجل أول البشر وأسجد له الملائكة، وكان أول نبي في الأرض. آدم عليه السلام توفاه الله عز وجل، وظل الناس على التوحيد لقرون طويلة لا يعبدون إلا الله جل وعلا. وأوصى آدم عليه السلام من بعده بوصيته لشيث ابنه، ثم ظل الناس زمنا وقرونا، وبعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام. أما إدريس فهو نبي وليس برسول، فلم يأتي بدين جديد، فالناس لا زالوا يعبدون الله جل وعلا، لكن جاء يذكرهم ويحثهم على الخيرات ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، بل كان من أنشط من دعا إلى الله جل وعلا، ما ترك أحدا في الأرض إلا وعلمه الخير وذكره بالمعروف ونهاه عن المنكر، حتى وصل به الأمر إلى أن الله عز وجل أوحى إلى إدريس: أي يا إدريس، ما من يوم إلا ويكتب لك مثل عمل أهل الأرض كلهم، كل الناس الذين كانوا موجودين. لما؟ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإدريس دعا كل الناس إلى الله جل وعلا ونصحهم وذكرهم، فكان كل من يعمل خيرا في ميزان من؟ إدريس عليه السلام. فرح إدريس بهذا، بل إنه دعا ربه أن يمد في عمره، وفي يوم من الأيام رأى ملكا من الملائكة، فإذا بإدريس عليه السلام يكلمه، قال له: إذا رأيت ملك الموت فاطلب منه أن يؤخر في عمري، أن يمد في عمري. وإدريس عليه السلام يعلم أن كل يوم في ميزان حسناته عمل أهل الأرض جميعا. يا لهذا الفضل العظيم، يا لهذا الخير الكبير، هذا يشجع كل إنسان على أن يعلم الناس على الخير. إدريس عليه السلام قال هذا للملك، فقال له الملك: ولما لا ترقى إلي إلى السماء، أحملك إلى السماء فتكلم ملك الموت. وفعلا حمله الملك إلى السماء الدنيا، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة، فإذا بهم يجدون ملك الموت. فسلم عليه الملك، فقال له الملك، قال: إن إدريس عليه السلام يسلم عليك يا ملك الموت. فرد عليه السلام، فقال له ملك الموت: وماذا يطلب؟ قال: ماذا يطلب؟ قال: إدريس يريد منك أن تمد في عمره، أن تؤجل في عمره، مد له في العمر. قال: ولما يريد هذا؟ قال: يريد هذا حتى يزداد في عمله. فقال ملك الموت: وأين إدريس الآن؟ قال: إدريس معي، إدريس معي الآن. وكان الملك في السماء الرابعة. فقال ملك الموت: سبحان الله، سبحان الله. قال: ولما؟ قال: أمرني ربي أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فقلت في نفسي: وكيف هذا؟ إدريس في الأرض ويأمرني ربي أن أقبض روحه في السماء الرابعة، الأمر غريب، وأنا نازل وجدته قد صعد إلى السماء الرابعة. فقال له الملك الذي حمل إدريس، قال: وكم بقي من عمر إدريس من أجله؟ قال: لم يبق له طرفة عين. فقبض الله عز وجل روحه عن طريق ملك الموت في السماء الرابعة، وظل إدريس عليه السلام في السماء الرابعة حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج عليه، فسلم عليه وقال: أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه إلى السماء الرابعة، وظل فيها وقبض فيها، ورفعناه مكانا عليا. إنه نبي من أنبياء الله عز وجل، بعث وتوفي في السماء الرابعة، وظل الناس يعيشون على توحيد ربهم جل وعلا. ظل الناس على التوحيد زمنا، فمن وفاة آدم عليه السلام ظل الناس 10 قرون. القرن ليس بالضرورة كقرننا 100 عام، بل ربما 1000 عام.
ظلوا سنوات طويلة على التوحيد حتى جاء اليوم الذي تحقق الشياطين فيه ما أرادت في الأرض. كان هناك رجال صالحون في الأرض يعبدون الله عز وجل، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، هؤلاء خمسة رجال صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل وأحبهم قومهم. فلما توفاهم الله عز وجل، توفى الخمسة الصالحين، جاءت الشياطين إلى قومهم فقالت لهم: لو أنكم صورتم لهم صورا، اجعلوا لهم تماثيل يذكرونكم عبادة ربكم، يشوقونكم لعبادة الله عز وجل، اجعلوا لهم صورا تماثيل. الهدف والنية في البداية كانت نية صالحة حتى يذكرونهم بعبادة الله عز وجل، وفعلا جعلوا هناك أصنام وتماثيل لهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ومع الأيام ذهب جيل بعد آخر وجيل بعد آخر، فإذا بالناس بدأوا يتوسلون بهم، ثم بدأوا يتبركون بهذه الأصنام، ثم بدأوا يعظمون هذه الصور حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. وأول من عبد من دون الله ود، ولهذا كانت الناس تسمي عبد ود. فهذا ود كان رجلا صالحا لكنه عبد من دون الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل أول رسول إلى الأرض ليأتي بدين جديد. من؟ إنه نوح عليه السلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الملأ كبار القوم، الرؤساء، الحكام، الأغنياء، الأثرياء، وجهاء القوم، أول من تصدى لنوح عليه السلام. وكعادة الرسل أول من يتصدى لهم كبراء القوم، الملأ الذين يملؤون الواجهة. فجاءوا لنوح عليه السلام. تعرفون ماذا قالوا لنوح؟ قالوا لنوح عليه السلام: يا نوح، إن الذي تدعون إليه ضلال مبين. ليس أي ضلال، بل ضلال مبين. من الذي قال؟ قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال. وليس أي ضلال، في ضلال مبين. هل رد عليهم نوح عليه السلام؟ وانظروا إلى العجب، الذي يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل صار هو في ضلال، وأنتم يا من تعبدون التماثيل والأصنام وتشركون بالله أنتم العقلاء وأنتم أهل العقل والفهم، أما الذي يدعو إلى عبادة الله في ضلال مبين. كيف رد عليهم نوح؟ لأنه نبي، لأنه يعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل. ما سب ولا شتم، بل قال: قال يا قوم ليس بي ضلالة، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. رد عليه الملأ مرة أخرى، ماذا قالوا له؟ من آمن مع نوح؟ آمن مع نوح عليه السلام الفقراء، المساكين، الضعفاء، لكنهم كانوا أعقل من الملأ، آمنوا لنوح عليه السلام. فرد الملأ على نوح عليه السلام، قالوا: يا نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. من هؤلاء الذين حولك يا نوح؟ أراذلنا، أتعس الناس، أفقر الناس، الضعفاء، هؤلاء الناس الذين لا يزوجون ولا ينكحون ولا نجلس معهم، هؤلاء الذين آمنوا معك. أما كبار القوم، أما نحن الأغنياء، أما نحن الأثرياء، فإننا لا نؤمن بك يا نوح، أراذلنا، بادي الرأي.
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فرد عليهم نوح عليه السلام، شوف الحجة، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها. نحن لا نجبركم على ديننا، ليس في الدين إكراه، لن نلزمكم على هذا الدين، إن شئتم آمنتم وإن شئتم لم تؤمنوا، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. لا زالوا يعاندون، لا زالوا يصرون. قالوا يا نوح ماذا تريد؟ تريد مالا؟ نعطيك مالا. قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ورأيتم هؤلاء الضعفاء المساكين الفقراء، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم في جهل، أنتم لا تفهمون. هؤلاء الضعفاء المساكين الذين حولي، هؤلاء الذين يصلون ويسجدون لله ولا يؤمنون بتماثيلكم ولا أصنامكم ولا معبوداتكم، أرأيتم هؤلاء المساكين؟ لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. تذكروا، افهموا، اعقلوا أن هؤلاء الضعفاء لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني. من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال لهم بأنني لست ملكا ولا أعلم الغيب وما عندي خزائن السماوات والأرض، أنا بشر مثلي مثلكم، لكني أول رسول بعثني الله عز وجل إليكم لتعبدوا الله وحده، لأني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما يدعو إلى الله جل وعلا، يأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده وينهاهم عن عبادة الأصنام. هل كان يدعو في الأسبوع مرة؟ هل كان يدعو في اليوم ساعة؟ أبدا. 950 عاما كان يدعوهم إلى الله عز وجل صباحا ومساء. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. مع هذا كله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كلما دعوتهم فروا مني، بل كلما دعوتهم إلى الله عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم. تخيل إنسان تأتيه لتدعوه إلى الله جل وعلا فيغلق أذنيه بأصبعيه، بل أكثر من هذا، كان يضعون الثياب على الوجوه حتى لا يروا نوحا عليه السلام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كل أسلوب اتخذه نوح عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، ما ترك أسلوبا. وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم، الأصابع في الآذان، الثياب على الوجوه، الفرار والاستكبار والعناد. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظروا إلى أسلوب نوح عليه السلام في الدعوة، قال إذا عبدتم الله واستغفرتم ربكم جل وعلا يعطيكم خير الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. إذا أردتم خير الدنيا والآخرة ما لكم لا ترجون لله وقارا. لما لا تعظمون ربكم الذي خلقكم؟
مع هذا كله كان عندهم ملك، وهذا الملك كان ينهى الناس عن الاستماع إلى نوح عليه السلام، بل كان يأمرهم بعبادة الأصنام. قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا. كان هذا الملك عنده أموال عظيمة وعنده أولاد كثر، وكان يأمرهم بعبادة غير الله عز وجل. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا. حرضوا الناس على عبادة الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نوح عليه السلام استمر في عبادتهم واستمر في دعوتهم إلى الله جل وعلا، وهم في عنادهم وإصرارهم واستكبارهم، بل جاءوا لنوح عليه السلام بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. انظروا للوقاحة، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. وين العذاب الذي تزعمه؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ هددتنا بعذاب ومر علينا الآن ما يقارب 1000 سنة، ما شفنا شيء، ما رأينا شيء، أين عذاب الله الذي تزعمه يا نوح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا نريد أن نرى هذا العذاب. ما يأس نوح عليه السلام ب100 سنة، ب200 سنة، 1000 سنة، إلا 50 عاما، وهو لم ييأس من قومه، بل كانوا يستهزئون به، يقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. رد عليهم نوح عليه السلام بكل ثقة بكل جرأة، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لن تعجزوا الله عز وجل، إن شاء الرب عز وجل أنزل عليكم عذابه، يصيبكم هذا العذاب، لن تعجزوه ولن تقاوموا عذاب الله عز وجل إذا نزل. ومع هذا زوجته أقرب الناس إليه لم تؤمن به، ابنه فلذة كبده لم يؤمن به. ما آمن بنوح عليه السلام إلا قلة قليلة من قومه. ونوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله جل وعلا، لم يؤمن به حتى أقرب الناس إليه، حتى زوجته ما آمنت به، زوجة نوح أقرب الناس ما آمنت به. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، ضرب الله فيها المثل حتى زوجة نبي ما آمنت به، أحد أبنائه ما آمن به، بل ما آمن به إلا القليلون، أكثرهم ضعفاء ومساكين. وأوحى الله عز وجل إلى نوح أن باب التوبة قد أقفل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. باب التوبة أغلق، لن يؤمن أحد بعد اليوم، حتى زوجتك، حتى ولدك، حتى أقرب الناس لن يؤمن أحد. في هذه اللحظة دعا نوح ربه، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه رحمة بهم، لأن الله عز وجل لو تركهم لازدادوا إثما وكفرا وازداد عذابهم، وإذا ولدوا لن يلدوا إلا الفاجر الكافر. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا نوح على قومه أن يهلكهم الله عز وجل.
فلما دعا عليهم أوحى الله إليه أن يا نوح اصنع السفينة، ابدأ بصنع سفينة في صحراء، سفينة في صحراء قاحلة، واصنع الفلك، الفلك السفينة، هذا أمر الله جل وعلا. سيبدأ العذاب، لكن أولا اصنع هذه السفينة في صحراء. ولم السفينة أصلا؟ ومن أين أصنع سفينة في صحراء؟ من أين لي بالخشب؟ صحراء، حتى الأشجار لا توجد فيها، لا أخشاب، لا أشجار، لا أمور أصنع بها هذه السفينة، كيف أصنعها؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، هذا أمر الله، سيعلمك الله عز وجل كيف تصنعها. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أمر الله عز وجل لك يا نوح أن تصنع هذه السفينة، فابدأ في صناعتها وإن كانت في صحراء. أمر الله، سترى ما الذي يحدث يا نوح. هل سيصنع نوح سفينة في صحراء؟ بل كيف سيصنعها أصلا ولا توجد فيها أشجار؟ من سيعلمه صناعة هذه السفينة؟ وماذا سيفعل إذا صنع هذه السفينة؟ هل تتوقعون أن قومه سيتركونه يصنع هذه السفينة؟ هل سيدعه الناس وهو يصنع سفينة في صحراء؟ الأمر غريب، مستغرب على نبي من أنبياء الله، بعد أن كان يدعوهم إلى الله ترك الدعوة، لن يؤمن أحد، وبدأ في صناعة السفينة. ماذا سيقول قومه له؟ وما موقف ابنه معه؟ وماذا سيحصل لقوم نوح؟ وكيف سينزل عليهم عذاب الله جل وعلا؟ هذا كله سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.